طيب روح للديكور يعني اللي اشترى شقة يبقى معنا عشان نشوف موضوع الديكور. طبعا ايدي مراد راح يكلمنا اليوم عن يعني الأمور المودرن والديكور العصرية لعام 2018. نرحب بك ايدي مراد. الله يسعدك يا رب. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ تمام. يعني فعلا بنتكلم عن ديكور السنة هذه، شفنا اشياء مرة كثيرة ودخلت كده في عالم خلينا نقول موضة الديكور، فإيش الأشياء كانت الأبرز هذه السنة؟ هنا أكثر شيء صار دارج هلا خلط المعدن مع الـ مع الـ مع الماتيريال، يعني المعدن بالفرنتشر مع الخشب، المعدن مع الماربلز، المعدن بالديكورات الداخلية، يعني خلط المعادن أو خلط الفرنتشر كله مع بعضه بالديكورات الداخلية. وصرنا أكثر شيء ميالين أكثر شيء على المودرن. هذا احنا قاعدين نشوف معدن معانا هنا ولا يعني شوفي هون الطاولات الفرنتشر كيف مخلطين النحاس مع الخشب ومع الماربل. كثير حلو صراحه. يعني شوف الرجلين كيف مدخل له نحاس، التوب جاي ماربل والخشب على الداير. هون الفرنتشر اذا عم نحكي على صعيد الفرنتشر، على صعيد الحيطان بتدخل الماربل مع النحاس، يعني صاروا عم يعملوا ميكس بالمعادن حتى بالالوان. حلو، حتى الجدران اذا بتشوفي هيدي الصوره هون غاده لحظه صار مزيج، يعني صار كله ميكس. لحظه بطل في شيء الكلاسيك شوي زاحين عنه العالم، صاروا بتحسي اغلبيه الاتجاه العام صاير على المودرن. يعني اذا بتلاحظ السنه، يعني اذا بتشوف المشاريع بتحسي الكلاسيك العالم ما عم تطلبه بقى، صار عم يروحوا اكثر شيء على ليش المودرن الان يعني ماخذ جوه؟ لانه هلا صارت العالم كلها حتى صاروا بالاركيتكتشر تبع البيوت صار كله عم يروح على المودرن. يعني ما عم تروح بقى على التكلفه العاليه كمان للكلاسيك والحفر والتذهيب. يعني صارت اسهل يمكن حتى يعني اثنين مقبلين على الزواج ممكن بالنسبه لهم كوست اقل وشكل حلو. بس برضه المودرن عن مودرن كمان ليه ليفل، يعني في اشياء مودرن بتكون كمان غاليه. هلا بتعرفي تخلطيه صح بيعطي فخامه. هلا الكلاسيك يعني على طول مربع على عرشه بالفخامه، بس بالمودرن ممكن تعملي فخم بس بتحسيه على ما بده ادخل فرنتشر بقلب البيت مثل ما كانك عم تعملي مودرن. صحيح. يعني بتعرفي مور از ليس بالفرنتشر بس يكون عم تفرش البيت، يعني قد ما تقللي قد ما بيعطي فخامه. طيب ايدي مساله الارضيات الحيطان الحيطان جرانتي الجدران هلا الجدران في كله جاي كله لحين عليه بالجدران. دارج السنه كل شيء ال 3D ال 3 دايمنشنز ان كان بالماربل ولا بالوول بيبر ولا بالخشبيات. اذا شايفين هون الصور اذا بتلاحظوا مخلطين هيدا سفنج مخلطينه مدخلينه مع المرايات. اذا بتلاحظ الصور هذه كثير حلوه صراحه. يعني من جد مره حلوه. الكنبه تحفه. لاحظي هون هيدا على خشب كمان مشغول بشكل 3D كمان حلو. وحاطين الإضاءة من وراء هون كمان 3D كمان قطع جلد مركبة كمان 3 دايمنشنز بتحسيها شيء فايت شيء طالع. هذا ممكن ينعمل منه حيط واحد، يعني مش ضروري كل المجلس كثير يعني نجملها. بس يكون في حيط كبير صار بنحط يا وول بيبر يا الخشبيات يا بدك تحط رخام على طريقة ال 3D. وحلو انه يكون مثلا في قسم من الجدران انه نشتغل عليه بطريقه جيده. ماكسيموم اذا ما بدك تتكلف بالخشبيات او ما بدك تتكلف بالرخام ممكن تروحي بالورق. نعم. ايش خاصة هلا بالورق كثير دارج صار الاشكال الهندسية، حتى مش بس بالورق، يعني كل الاشكال الهندسية بالورق ممكن موجودة بالخشبيات او بالارضيات او بالسوفية. طب ايش الاقمش اللي كمان درجت هذه السنه وكانت هلا السنه القماش دارج مثل الثياب هلا كثير الانيمال سكن كمان حتى على هلا دارج بالثياب وصار كمان دارج بالفرنتشر مثل ما شفت اذا شايف هيدا الكرسي. صحيح. حتى كمان بعض الماركات بدون ما نعمل منشن ايوه بنشوفها سجاد يعني وعليه برنت الماركه يعني بتكون واضحه. قد ايش هذه كمان صارت موضه دحين؟ ما هي هلا صارت كثير موضه الانيمال سكن هلا السنه كثير ضارب بالثياب وبالفرنتشر. أيوة. بس حلو ما يتركب بتحسيه على صوفه كبيره، يعني حلو يا كوشن تاتش صغير يا كرسي تاتش صغير. حتى بالالوان دارج كثير السنه البيتش كلر، يعني مثل كيف هلا حضرتك لابسه. ايوه هذا اللون كثير دارج السنه بال 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 بال
بالالوان كثير دارج البيتش السنه بالالوان كتير. طيب بالنسبه للمطابخ ايدي 2018 وين كان يعني اختيار الناس والمصممين؟ هلا المطابخ السنه عم بيروحوا شوي على الالوان الغامقه كثير العالم عم تروح على الالوان الدارك جراي على الاسود. هلا مش غلط اذا كان فاتح بس عم اقول لك الميول العام اغلبيتهم عم صاروا يحبوا المودرن بالالوان الغامقه واللون الاسود او الجراي كثير. وفي كمان النباتات يعني النبات ونباتات موجوده اللي في البيت كيف كمان كانت اخذ ضجه الفتره انا اشوفها هذه من زمان يعني مو بس دحينه هي حلوه وجودها في البيت. هون ما بعرف يعني بلاحظ كثير بالمشاريع بتشتغليها بتحس كثير بركزوا على الديكورات بس توصل على مرحله البلانتس اللي الزرع بقلب البيت بتغيب. بتعرف الخضار بقلب البيت بيعطي شويه روح بتحس انه البيت فيه حيويه. هلا ممكن ينعمل كورنر صغير يكون فيه زرع او ممكن انت تشتري زرع وانت توزعيهم بالبيت بطريقه تحس شوي انه يعطي شويه روح بقلب البيت. هون الصور اذا شايفه كمان بتشوفي الميكس اوف ماتيريالز يعني ليكي كيف مدخلين الحديد مع الخشب المودرن المرايات تعطي سبيس كثير حلوين. الله حلو حتى المدخل هون مثلا اذا بتشوفي ليك الحيط اليمين الحيط اليسار كله رخام بديزاين معين الحيط اليمين رايح كثير بلين مع مرايه كبيره بالنص تحفه صراحه حلو يعني كثير حلو الدمج بين هون اذا كنت بتروحي مور سمبل حاطين الرخام بالارض وبالحيطان بس شوفي كيف مدخلين المعدن على مطلع الدرج يعني ليكي وجود المعدن صار بالديكورات شو مهم وشو بيعطي فخامه فعلا والمرايه لا فعلا هيدي الصوره للمدخل بس من فوق يعني شوفي قديش مدخلين معدن بالاناره الازاز بالوجه الرخام على اليسار والحجر على اليمين وانت استغليت خلينا نقول مسافه السقف عاليه يعني هذا اللي بيعطيه الحلاوه وبدخل نور حلو ادي شكرا لك والله اعطيتنا يعني فكره منوعه عن الديكور بشكل عام هيدي مش للحصر يعني عم نحكي معه انه بتعرف بالديكور ما في شيء نقول داري نعم بس نعم الميول العام يعني الكلاسيك بعده عم ينعمل الارابيسك بعده عم ينعمل بس اتجاه العام للعالم عم يكون على هذا النسق شكرا لك ايدي مرادي وجودك معنا شكرا لك شكرا يا ايدي حلو اعطاني يعني افكار لبعض ممتلكاتي ممكن ادخل ممكن ان شاء الله باذن الله